طبعا ان الاسبوع ده يكون اسبوع احتفالات وانتصارات، ان كان طبعا ان احنا نستلم درع الدوري في مباراه طلائع الجيش يوم السبت، الاهلي طلائع الجيش، او كمان التتويج بنهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا بنتمناه يكون اللقب التاسع لنادي الاهلي. هنتكلم اكتر فنيا عن النادي الاهلي الفتره دي مع كابتن فتحي نصير، من اكتر الناس اللي الجمهور بيستمتع بيها وهي بتتكلم في كره القدم طبعا، ومن نجوم طبعا النادي الاهلي. برحب بيك يا كابتن على شاشه قناه الاهلي. برحب بيك يا ساره، وسعيد ان انا موجود معاكي، وان شاء الله تطلع حاجه حلوه كده ان شاء الله. اكيد طبعا يا كابتن، ما دام انت موجود وكل الناس بتحب طبعا كلامك في كره القدم وقد ايه فنيا، يعني ديتيلز تفاصيل مش موجوده عند حد تاني. الحمد لله الحمد لله. كنت بس عايزه ابدا مع حضرتك من فكره زي ما كنا بنتكلم كده قبل الفاصل او قبل الهوا، انه في قلق شويه، ان الجمهور قلقان شويه من فكره انه الكاف بيدرس حاليا احتماليه تاجيل نهائي دوري ابطال افريقيا. زي ما حضرتك عارف هو المفروض 6 نوفمبر، وفي كلام انه ممكن يتاجل. طبعا ما فيش اي حاجه رسميه لحد دلوقتي، ما فيش اي تاكيد لحد دلوقتي، ولكن ده احتمال وارد. شايف الموضوع ده ازاي؟ شايفه في صالحنا؟ شايف ايه ايجابياته او ايه سلبياته؟ اولا هي البطوله دي من اول ما اقيمت وكلها تاجيلات، صح، سواء تاجيلات قدريه أو تأجيلات بقرارات يعني مسؤولين. قدرية يعني زي كورونا، يعني حاجة جت ما حدش له دخل بيها فجت وقفت الدنيا كلها، فدي تأجيلات قدرية. أما التأجيلات اللي احنا بنفكر فيها أو الاتحاد الأفريقي بيفكر فيها أو كده، فدي تأجيلات لإما توابع الكورونا أو بعض النظم أو بعض البطولات اللي هي بتتدخل فيها المباريات ومواعيد المباريات، فبتحاول إنها تترجم هذه النسخة اللي نفسها طويل قوي ومش عايزة تخلص وتخلصنا منها إن شاء الله. يعني أنا بقول لهم يعني الكاس من دلوقتي يجيبوه، يعني مش عشان حاجة، ما هو أصله تعبهم قوي وتعب كل الناس وتعب كل الفرق، يعني تعب الأهلي، تعب الزمالك، تعب الرجاء، فإذا ثلاث فرق بيتصارعوا على هذه البطولة وعلى هذا الكاس اللي هو ان شاء الله بامر الله يكون من نصيب النادي الاهلي. بس شايف انه هيكون في ايجابيات من فكره التاجيل دي بالنسبه لصالح الفريق؟ هو التاجيل بالنسبه للنادي الاهلي، تاجيل او عدم تاجيل النادي الاهلي مش يعني ملوش تاثير التاجيل بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ممكن له تاثير بالنسبه للخصم ايا كان مين هو، لكن بالنسبه للنادي الاهلي لن يؤثر هذا يعني التاجيل اللي هيتعمل مش هيأثر على النادي الأهلي. النادي الأهلي بأي مجموعة والفرقة الموجودة دلوقتي هيقدر إن شاء الله بإذن الله إن هو يخوض المباراة النهائية، لكن التأجيل هيفيد الفريقين اللي هم سواء كان الرجاء أو الزمالك أو الرجاء. طيب خليني نبدأها كده واحدة واحدة، نروح لمباراة طلائع الجيش يوم السبت. ايه المطلوب مننا في المواجهه دي يا كابتن فتحي؟ يعني مش مطلوب اي حاجه لان الدوري انتهى وكل حاجه انتهت وكل تركيزنا على المباراه النهائيه، فمفروض ان انا افكر في المباراه النهائيه، ما افكرش في هذه المباراه. اريح اللعيبه الاساسيه ولا مش معنى؟ ممكن اريح عشان مفيش مشكله. لا، هنقول مثلا الزمالك لما لعب الاسماعيلي، لعب الاسماعيلي مضطر انه لازم يلعب عشان لازم يكسب عشان لازم يطلع التاني. بالظبط. كانت النتيجه ايه؟ طلع التاني وفقد واحد زي في وسط الملعب الونش فقد الونش، فمعنى انه يفقد لعيب زي ده، وعشان دي مش هتمثل له مين يرجع الونش، مفيش واحد زي الونش في نادي الزمالك يقدر يسد هذا المكان. فاحنا مش عاوزين نكون طلائع الجيش نكسب مباراه وعندنا ضحايا والضحايا دي تؤثر على المباراه النهائيه. نلعب عندنا ناشئين، نلعب عندنا لاعبين لم يشاركوا في البطولات السابقه، يعني طول السنه ما خدوش فرصه كامله، ما خدوش 90 دقيقه، ما خدوش كل ده، نقدر نديه وما ياثرش علينا. انا كسبت الدوري وانا نهيت الدوري وانا هستلم الدرع سواء كسبت او خسرت او اتعادلت ايا كان، ده ما بيقللش ان انا هسيب المباراه. ما فيش في فرق ان انا هسيب المباراه وفرق ان انا العب مباراه باقل اضرار واقل اخطاء واقل اصابات واقل نقعد نعيد فيها. الشناوي المفروض يشارك في المباراه دي ولا يرتاح بقى؟ لا، شوف احنا هنا بنقول اراء،
بتاعتنا احنا. ما انا قصدي من وجهه لكن نظر حضرتك. وجهه نظري ما يشاركش. يعني الشناوي ما يشاركش. في عندنا اثنين حراس، في عندنا علي لطفي وفي عندنا مصطفى شوبير. الاثنين قادرين انهم يكملوا كده، لكن الشناوي لن يشارك طالما انا عندي البديل الكفؤ. فانا عندي البديل الكفؤ. انا عايز دلوقتي كل تركيزي في المباراه النهائيه، عناصر الاساسيه وخصوصا العمود الفقري للنادي الاهلي. زي بنتكلم في الشناوي، زي الاثنين سنتر باك اللي هم كده، زي الاثنين المدافعين زائد لاعب صانع الالعاب زائد راس الحربه. السته دول اشيلهم على جنب، مش شرط اشيل الفرقه كلها، بالاضافه الى بعض اللاعبين المتميزين زي علي معلول. علي معلول مش شرط ان انا العبه، عندي البديل ان انا اقدر العب بيه كده. يبقى انا شلت كام لاعب، يبقى هم دولة القوام او هالك الرئيسي للمباراه النهائيه في بطوله افريقيا. طيب شايف ازاي موسيماني فنيا في مباراتين، المباراتين افريقيا الاياب والذهاب طبعا مع نادي الوداد؟ حضرتك كنت بتقولي قد ايه انت كنت معجب جدا باختيار موسيماني، لانه من الاول انت عارفه من زمان جدا ان هو شخص مش مغرور، شخص عنده فكر وجاي يطبقه. يمكن لاول مره اتكلم على موسيماني سواء في اي حته في الاعلام، لكن طبعا في قناه الاهلي لازم اتكلم. اكيد. موسيماني في 2010 في كاس العالم اللي كان في جنوب افريقيا، كان هو بيتعامل او ايه نقول كان مدرب عام، وكان كارلوس البرتو بيريرا كان هو المدرب البرازيلي. فكان هو اللي شغال معاه. فانا تعرفنا طبعا قبلها ب 2009 كانت في دوره مدربين وانا محاضر في الاتحاد الافريقي في الكاميرون، وكان موسيماني موجود هناك قبل البطوله الافريقيه قبل كاس العالم. وبدأت في علاقات بيني وبينه وارتبطنا ببعض. ليه؟ لأنه لقيته متواضع جدا جدا جدا، وكان من الشخصيات اللي الواحد يعني يتشرف إن هو تعامل معاه. إحنا في 2009 برضو في نفس السنة كانت التصفيات كأس العالم، الفرقة اللي كانت فيها صلاح وفيها حجازي وفيها الشناوي وفيها أيمن أشرف فيها النني، فيها المجموعة دي كلها، كنا بنلعب في تصفيات كأس العالم اللي في كولومبيا 2011. فكانت التصفيات عندنا كانت في 2009، وبعدين التصفيات النهائية كانت في 2011 اللي احنا رحنا شاركنا فيها. كان موجود معانا وبيشجع مصر على إن هو مصري. رغم جنوب أفريقيا كانت موجودة، بس بعد ما خرجت بره بقى هو منتخب مصر هو اللي بيشجعه. مهم الكلام ده للجمهور. طبعا، لان بقى هو يعني هو بيعشق هذه البلد من قبل ما يجي، وبيحبنا، وهو عشري وهو متواضع جدا، وما عندوش الانا، وما عندوش اللي يقول لك ان المدرب انا احسن لاعب مدرب في افريقيا وانا اللي كسبت مش عارف بطوله، ما فيش الكلام ده. وبعدين استاذ 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 في التعامل بعلم النفس. علم النفس ده مهم قبل ما اجي الحته دي. لما كنتوا مع بعض وقتها في 2010 كان في اي كلام مثلا عن طموحه انه يدرب نادي مصري او النادي الاهلي؟ لا، ما كانش لسه، ما كانش لسه بدات دي. لان هو كان منتخب جنوب افريقيا وفي كاس عالم، وكان كل تركيزه في جت بعد كده بدايه من 2012 2013 بدا يحن ان هو يتعامل مع الكره المصريه. بعد ما شاف الكره المصريه وشاف الشعب المصري لما جه هنا، والجمهور بتاع يعني منتخب مصر وجمهور النادي الاهلي، وشفناه قبل كده امتته في كاميرات وهو بيصور الجمهور وكده. هو قال لي، بقول له انت بتصوره يعني انت بتصور الحاجات دي ليه؟ يعني لا واحد بيلعب كوره ولا واحد بيشوط كوره. قال لي لا، دي اللي موجود ده الاكسجين بتاع اللعيبه بتوع الملعب. فانا بصور الاكسجين. هل الاكسجين ده ما حدش يمسكه بايديه؟ الاكسجين في الهواء. معنى ان هو بيعبر كده ان ده القوه الدافعه، الاكسجين هي اللي بتخلي بيخش الجسم ويحترق ويدي الطاقه ويخلي اللاعب والمدرب انهم يتحركوا في الملعب. فقال لي ده اكسجين كره القدم، لازم اصوره عشان انا احس بيه وللاعبتي بعد كده لما اجي اقول لهم، اقول لهم شايفين الجمهور ده كله، احنا لازم يبقى لنا دور ايه وكذا ايه وكده. هو يتميز
غير الجانب الفني او الجانب البدني او الجانب الخططي او الجانب كده بالجانب النفسي. انا عايزه بقى اروح مع حضرتك يعني احنا هنروح لفاصل وهنرجع بقى نتكلم على فكره الجانب النفسي، ازاي موسيماني عارف يتعامل مع اللعيبه نفسيا، وده واضح من ثلاث مباريات، اول ثلاث مباريات في الدوري، وكمان على الجانب الفني مع كابتن فتحي نصير بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره ثانيه، ولسه معايا كابتن فتحي نصير، والكلام على موسيماني والنادي الاهلي. يا كابتن، كنا بنقول ان هو استاذ في علم النفس، كنا بنقول ان هو من اول مباراه لي مع النادي الاهلي شفنا لعيبه ظاهره بشكل ثاني خالص عن اخر فتره مع فايلر، وطبعا هو ما لحقش يعني يعمل اي حاجه غير نفسيا على الاقل في الفتره الاولى. ليه؟ في كل المؤتمرات وكل السيمينار اللي كان بيحضره معانا وكل التجمعات اللي كان بيبقى موجود فيها موسيماني معانا، الراجل يحب يسمع اكتر من يتكلم، واي نقاش تلاقيه موجود يسمع كتير لكن ما يتكلمش كتير، لكن يسمع ويشوف ويكتب ويسمع ويشوف ويكتب على طول كده في كل حاجه. فعلم النفس ده جزء دخل على الكره الافريقيه، الاوروبيين ما بيهتموش، معظمهم ما بيهتمش بيه، لكن انا شفت، انا عارف انه هينجح لان هو هيتعامل بعلم النفس. ازاي هيتعامل بعلم النفس؟ ان سهل جدا، لو انت مهاره لاعب في يومين مش هتصلحيها، لياقه لاعب في يومين مش هترفعي اللياقه دي، يبقى لا اللياقه ولا المهاره. الخطه انت هتقدري تتكلمي فيها مع الجانب النفسي، ازاي هو يخش قلب اللاعب عشان اللاعب يخش قلبه، بيتبادلوا الاثنين بحيث يبدا يثق فيه ان هو يسمع له، فهيسمع كل كلمه قالها له، لان في بقى ربط قدامه في علم النفس اللي هو الارتباط الشرطي. يعني ايه؟ ان انا اقتنعت بيكي وانت اقتنعت بيا، يبقى الشرط ان احنا الاثنين نسمع بعض، احنا لقينا ناجحين مع بعض. شايف مين اكتر اللعيبه اللي حصل معاها ده تحت قياده موسيماني؟ مين ظهروا قوي؟ لا لا لا، معظم اللعيبه، يعني مثل قفشه، حسين، ديانج، مروان محسن، ديانج معروف، مروان محسن، كل انا بقول كل مجموعة دول استثناء، لكن هو اثر على مجموعه اللعيبه لان هو بياخد علم النفس، بيتكلم جماعي ثم بيتكلم فردي، يعني ياخد اللاعب لوحده ويقعدوا يتناقشوا، بيكون عارف الهيستوري او تاريخه او عارف ظروفه او عارف بدا ازاي، اللاعب ده ايه. طبعا الكلام ده كان كله مغذيه الكابتن سيد عبد الحفيظ، مديله معلومات وكاتبين له عن كل حاجه معاه، فطبعا بالتالي كان كل حاجه هو عارفها. واللي هو كان يعرف كمان في اللي هو المصري اللي اسمه كابتن خالد جنوب افريقيا، اللي هو كان بيشتغل معاه على طول وكان سكرتيره في مجموعه الدول العربيه، يعني لما تيجي الدول العربيه تلاقي خالد ده اللي جاي وبيجي قبليه مع المنظم مع بتاع الاحمال يدرس الفرق وينظم، عندنا زي الكابتن سمير عدلي هنا هو برضو المسؤول. ده كان نفس القصه هناك. فخالد ده اداله سي في او هيستوري كامل لكل لعيبه النادي الاهلي، ومثلا سالني كان بتليفونات، وفي الاول وانا ما اعرفش ليه، فانا بقول له يعني ما اعرفش ان موسيماني جاي، لان طبعا الموضوع ده كان الكابتن محمود خطيب ولجنه الكوره سريه كامله قبل فايلر، لانهم استشعروا وحسوا ان فايلر مش هو ده اللي هيكمل معاهم المشوار، وهم كانوا قانعين بكده، والجمهور كان مهتز، لكن التانيين كانوا عارفين وعملوا اتصالاتهم مرتبين كل حاجه. لا، ومجلس الاداره طبعا اتصرف طبعاً يعني بشكل لا يعني حاسم، لان فعلا الجمهور كان قلقان قوي الفتره دي. هم مش هيعملوا الكلام ده لوحدهم، وطبعا لما بيخلصوا بيعرضوا على مجلس اداره، خدوا قرار مجلس اداره، بس اصبح سري دلوقتي، ما يتقالش مين اللي جاي ولا مين اللي رايح وامتى جاي وامتى جاي، بس معروف قصته ايه والسيناريو بتاع فايرال ازاي هيتحرك بيه. الراجل ده جه مشي وده جه هنا على طول، يمكن في ممكن نتقابلوا بالطيارات في الهواء، يعني في الجو. ده جه في نفس اليوم والتاني اللي كان مسافر، وبدون اي مشاكل وبدون اي حاجه، وحس والتوفيق كان في جانب مجلس الاداره واللجنه اللي اختارت، طبعا فين اختار
يعني مدرب زي ده. وكويس في الحته النفسيه كمان يا كابتن فتحي، انه عنده دايما حته ايه، احنا لسه ما كسبناش البطوله، ما فيش احتفالات، ما فيش، لان دايما جمهور الاهلي قلقان، يعني ممكن يسمعوا بس كلمتين شكر في موسيماني او في اداؤه الفني يبداوا انتوا بداتوا تحتفلوا، لا احنا لسه البطوله، وحق الجمهور نفسه جدا في التاسعه لافريقيا. عايزين نطمنهم ان موسيماني فاهم الحته دي، فاهم يعني هو، ومفهم اللعيبه، موصل لهم احنا لسه بدري على الاحتفال. هو من نفسه هو موصل لهم دي، ودي شغل الاحتراف. اي مدرب محترف لا يمكن يعلن، يعني لما كسبنا 2-0 هناك الوداد قال لك احنا يعني ما صعدناش، وكمان قال انه السكور كان ممكن يبقى احسن من كده، كان ممكن يبقى احسن. هل التانيين لهم فرصه يجيبوا 3؟ بالظبط، سهل جدا يجيبوا 2 ويلعبوا ضربات ترجيح فعلا. كل ده كان جايز، لكن احنا لم نصعد بعد. دلوقتي احنا لم نفوز بالبطوله. فطبعا اذا هو موصل ده للعيبه، كل مجهودكم من يوم، من اول مباراه، من اول ما كانوا بيلعبوا فريق زمان السودان اللي هو فريق اطلع بره اللي كسبناه 9 ده، لغايه هذه المباراه، ده صراع مع الفرق الثانيه وكفاح مع الفرق الثانيه للوصول لنقطه النهاية اللي هي إن شاء الله بإذن الله تكون لصالح النادي الأهلي بإذن الله. طيب أنا عايز أسألك عن الاختلاف اللي حضرتك شايفه ورصدته ما بين فترة موسيماني أول ما مسك الأهلي وما بين الفترة الأخيرة الفايلر مع الفريق بعد كورونا. ما هو كده يعني حظلم، مش حظلم، فايلر بعد الكورونا مش هو قبل الكورونا، وبالتالي فرقة النادي الأهلي بعد الكورونا مش قبل الكورونا. تبان من إيه؟ تبان للمشاهد العادي، تبان لنا للواحد فني يشوف. انا بص للعمود الفقري بتاع الفرقه اللي هو حارس المرمى، اثنين اللي قدامه المدافعين، ثم الاثنين اللي هو زي الديانج ومثل السليه، ثم مثل صانع لعب، ثم راس حرب. اما الاقي الخط ده كل ماتش بيتغير فيه اثنين او بيتغير 3، اعرف ان الراجل ده مش راكز في هذه البطوله. كانت بطوله الدوري واحنا الحمد لله كنا صعب، لكن هو ما كانش مركز. بدليل ايه؟ ما حدش يلعب في العمود الفقري، ما حدش يلعب في اعمده العماره. اعمده العماره ما تلعبش فيها، العب في اي حاجه تانية، في الحوائط الحامله، لا الحوائط السانده، الشكل البتاع، الحاجات دي كلها ممكن. فهو الراجل حسيناه ان تغييراته كتيره، وتتقال علينا ايه؟ اصل هو بيعمل كده عشان يعمل التدوير ويعمل كده. تدوير ايه؟ طب لكن مفيش اداء، مفيش لعيب بيشوط على الجول، مفيش ضربات ركنيه مفيش منها جوال، مفيش فرقه تحس انها متماسكه مع بعضها، مفيش شكل، مفيش احتفاظ بالكوره، كل ده ما كانش موجود. طب معنى ان مش موجود يعني احنا فاقدين الاهليه في النجاح في منظومة كرة القدم. فهو ده أنقذنا، يمكن من نعمة ربنا علينا سبحانه وتعالى إنه جاب لنا هذا الرجل عشان يلم الفرقة تانية بنفس اللعيبة، بس قدر يلمهم، بقى في شكل فرقة، بقى في عندك مهاجم، بقى في عندك مدافع، بقى في عندك فرقة، بقى في عندك بتنقلي 20 25 30 نقلة. صح، ما دي كانت مفقوده. ما هي دي معنى ان انت معاك الكوره وبتنقليها مع بعض، انت ما بتتعبيش، ما تفقديش لياقتك، بتحس ان الفريق وحده متماسكه في الملعب، ما تفقديش لياقتك والفرقه اللي وبتعمليها قدام. صح، مين قدام؟ صح، فرقه كبيره. ده الوداد، الوداد ده يعني ده لعب نهائي قبل كده، بقى في كوره مفهومه يا كابتن فتحي دلوقتي. وفكره شخصيه البطل، شخصيه النادي الاهلي، ما كان بقى لنا فتره كبيره قوي ما شفناهاش بره ملعب النادي الاهلي، وده شفناه في مباراه الذهاب مع الوداد تحت قياده موسيماني. مش طبعا مع فرقه سهله، لا طبعا، يعني الوداد ده لوحده يعني قصه. ده الموسم اللي قبله اللي هو لعب مع الترجي في النهائي، صح، يعني اللي حامل، نقدر نقول يعني شبه حامل اللقب، لان الماتش كان عليه مشاكل طبعا، يعني ممكن نقول حامل اللقب. اذا تيجي معاه وتادي بهذا الشكل، وبعدين ترجع هنا وتادي بهذا الشكل وهذا المستوى، وبدليل ان هو جه في الاخر في ماتش الوداد الثاني لما خرج الشناوي وخرج كام لاعب من اللي بيلعبوا، حسين احد المجموعه دي، وما كانش علي معلول بيلعب، خرج
على اساس يدي فرصه للاعيبه الثانيه ويحافظ على القوه الضاربه عنده في الفرقه، منهم ما الشناوي لانه كان جاي من اصابه، للمباريات القادمه. مع الاعتراف ذكي جدا من موسيماني. طبعا مع الاعتراف ان مثلا واحد زي علي لطفي ما نقولش هو غيره لانه وحش، لا لا ده هو غيره عشان يديله فرصه عشان طبعًا. يحطه على التراك، يحطه في البطولات الافريقيه، لانه وارد انه اي وقت طبعا اي حد بالظبط. خليني اسالك، لو النهائي مصري الاهلي والزمالك، شايف المباراه دي فنيا ازاي؟ هي فنيه هتبقى المباراه خططيه 100%، يعني هيبقى فيها شغل خطط كتير قوي، هيحكمها التوفيق لموسيماني في اختيار اللاعبين اللي هيشاركوا، في التوفيق للعيبة في انهم يوفقوا في تنفيذ الواجبات اللي بيقولها او اللي معلمها لهم موسيماني في طريق وخطه اللعب، توفيق الفرقه في انها تكون تحتفظ بكيانها وارتباطها، توفيق ان يكون في حكم يدي لكل فريق حقه، اذا لما يدي النادي الاهلي حقه يبقى ما يتحيزش الفرقه، لان النادي الاهلي على مدار بطولات افريقيا عانينا من الموضوع ده كتير، وبطولات ضاعت من النادي الاهلي بسبب الحكام، فعشان كده بقول توفيق الحكم في اداره المباراه، وتوفيق المساعدين في اداره المباراه، المنظومه كلها التوفيق لازم يكون، لان التوفيق ده جزء من كره القدم. ناس كتير يقول لك ايه التوفيق؟ لا اصل الفرقه النهارده يقول لك ده مش يومه، لا ده مش يومه، ده النهارده هو غير موفق. فانا بندعو الله سبحانه وتعالى يكون اختيار المدرب لمجموعه اللعيبه، اختيار المدرب لطريقه وبالتالي خطه اللعب، اختيار المدرب للفكر العام في هلعب الشوط الاول ايه، هلعب الشوط الثاني ايه، قراءه المدرب لمراكز القوه ومراكز الضعف في الخصم اللي هو بيلعب معاه، لازم يكون برضو دي عايزه خبره وعايزه دراسه وعايزه توفيق ان هو يكون حس بيها وشعر بيها، والحكم ان يديني حقي اكيد. ودلوقتي مفيش جمهور، فمش هقول ان الجمهور اني جمهور يكسب، لكن انا بقول الاهلي والزمالك مباراه خاصه، وهنرجع ونقول مش هتعبر عن كفاءه الفرقه دي او كفاءه الفرقه دي او اسلوب دي او اسلوب دي، هترجع لي انها مباراه خاصه ولها ظروف خاصه ولها طبائع خاصه ولها تنفيذ للاعبين داخل الملعب باسلوب خاص. طيب خليني برضو لازم اسال حضرتك على رايك في القائمه المبدئيه اللي اعلن عنها الكابتن حسام البدري للمنتخب الوطني، ده طبعا استعدادا لمواجهه توجو. هم ده تقريبا احسن مجموعه او احسن لاعبين في الساحه او في خلال مباراه. شايف ان في حد اتظلم؟ لا ما يبانش ان في حد اتظلم، ان لم يكن لو في هو بيقول لك لسه قدامي ان انا افكر، ما هو برضه المجموعه دي ما يضمنش ان كلهم سلام ولا لا، هو اختارهم سالهم طبعا بالتليفونات كل واحد انت سليم انت شايفه بس ما تعرفيش عنده اصابه مزمنه عنده اصابه قديمه ممكن اثنين ثلاثه يقعوا هضطر يجيب غيرهم، وطبعا ما قالش اهلي وزمالك لان لسه الاهلي والزمالك في الملعب بالظبط، فما يضمنش اللعيبه دي هتفضل انها سليمه، وهياخد كم واحد من اهلي والزمالك وبالتالي ممكن يضيف من العدد الثاني، يعني فرضنا لو هو عايز 35 لاعب وهو مختار 20 وانا هاخد 15 من اهلي والزمالك ما كملتش لان طلع لي اصابات او طلعت لي اي حاجه، يبقى هضطر اكمل من المجموعه اللي بره، فدي مش نهائيه، لكن هي دي بتبين الشكل العام اللي عنده زائد مجموعه اللعيبه اللي هياخدها من الاهلي والزمالك. بشكرك كابتن فتحي نصير، نورتني النهارده في برنامج السادسه. انا اللي بشكرك وبدعو الله سبحانه وتعالى النادي الاهلي باذن الله مشي يوم السبت اللي جاي وهيستلم الدرع ده خلاص ويروح يتحط في مكانه في نقول في دولاب النادي الاهلي في كاسات ودروع، لكن نفكر في التاسعه ان شاء الله هي دي اللي تهمنا ان شاء الله ونعتز بيها ان شاء الله نكون بنحتفل بيها قريب. بشكر حضرتك جدا انك كنت معايا وبشكر حضراتكم على المتابعه، وان شاء الله باذن الله يكون فعلا النادي الاهلي بيحتفل قريب بالتاسعه في دوري ابطال افريقيا. بشكر حضراتكم على المتابعه.